السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث من المجالات الكهربائية وقانون جاوس، القسم 5-2، التوزيعات العامة للشحنة، للصف 12 متقدم، الفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق. مفتاح النجاح بعون الله في يدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. هذه مدونتي لمادة الفيزياء. أخذت في الدروس السابقة المجال الكهربائي لشحنة نقطية يعطى بهذه المعادلة. هذا ثابت كولوم، هذه الشحنة أي مربع، بعد النقطة المراد، حساب المجال الكهربائي عندها، هي الشحنة النقطية وحولها المجال. أيضا درست المجال الكهربائي لثنائي القطب الكهربائي ويعطى بهذه المعادلة، حيث بي عزم ثنائي القطب وإكس هو بعد النقطة المراد، حساب المجال الكهربائي لثنائي القطب عنها عن منتصف ثنائي القطب. أما إذا كان لدينا عدد هائل من الشحنات المرتبة في الفراغ، أي موزعة بأحد الأشكال المنتظمة، فنستخدم التكامل. هذا هو موضوع درسنا اليوم، مثل توزع الشحنات على سطح جسم فلزي، أو الشحنات مرتبة على طول سلك. عندك أي سلك، الشحنات موزعة على طوله، وعندك هون جسم فلزي، الشحنات موزعة على سطحه الخارجي. الطريقة، نقسم الشحنة إلى عناصر شحنة نرمز لها بالرمز DQ، ثم إيجاد المجال الناتج عن كل عنصر شحنة كما لو كانت شحنة نقطية. إذن مقدار المجال الكهربائي الناتج عن توزيع الشحنة من الشحنة التفاضلية، الشحنة التفاضلية هي نفسها عنصر الشحنة، يعني DQ بسميها أحيانا شحنة تفاضلية، أحيانا عنصر شحنة. DE وتساوي لثابت كولوم في DQ على R تربيع. لكن لازم تتذكر ثلاث حاجات. إذا كانت الشحنة موزعة بطول جسم أحادي البعد، يعني خط مستقيم، فنعبر عن كل عنصر شحنة بDQ وتساوي لامدا في DX. لامدا هي كثافة الشحنة الخطية، وDX هي المسافة المتوضعة عليها عنصر الشحنة، وتقاس بالكولوم لكل متر. ممكن نحسب كثافة الشحنة من حاصل قسم DQ على DX، أو الشحنة الكلية على طول السلك على طول السلك. اثنين، يعني الخاصية الثانية اللي لازم تنتبه لها، إذا كانت الشحنة موزعة على سطح، يعني جسم ثنائي الأبعاد، فنعبر عن كل عنصر شحنة بDQ وتساوي سيجما في DA. سيجما هي كثافة شحنة السطحية، وDA عنصر السطح، وتقاس بالكولوم لكل متر مربع. ونقدر نحسب كثافة الشحنة السطحية من قسمة عنصر الشحنة على عنصر المساحة، أو تقسيم الشحنة الكلية على المساحة الكلية. ثلاثة، إذا كانت الشحنة موزعة على حجم ثلاثي الأبعاد، فنعبر عن كل عنصر شحنة بDQ وتساوي رو في DV. رو كثافة الشحنة الحجمية، وDV هي عنصر الحجم، وتقاس بالكولوم لكل متر مكعب. رو وتساوي اللي هي كثافة الشحنة الحجمية، وتساوي DQ عنصر الشحنة على DV اللي هو عنصر الحجم. وممكن نحسب كثافة الشحنة الحجمية من قسمة الشحنة الكلية على الحجم الكلي، إذا كان الجسم منتظم. هلأ بدنا نحسب المجال الكهربائي الناتج عن سلك رفيع ومشحون عند النقطة P تقع على محور السلك. هاي الرسمة، نقطة P، A هي بعد النقطة عن الطرف الأول للسلك، وL هي طول السلك. هذه DX هي المسافة، عنصر المسافة
اللي بدنا نحسب منها عنصر الشحن، ناخد منها عنصر الشحنة، وبتبعد عن النقطة المسافة X. هذا المتجه هو دي اي، اللي هو عنصر المجال الناتج عن الشحنة العنصرية دي كيو. قبل ما تبدأ بأي معادلات تدرس الرسم اللي عندك يا أو بترسم. L هي طول السلك المشحون، A هي بعد النقطة المراد حساب المجال الكهربائي عندها والتي تقع على المحور X. المجال الناشئ عن الشحنة العنصرية تساوي لثابت كولوم في الشحنة العنصرية في متجه الوحدة على X تربيع. نفسها لكن استبدلت الشحنة العنصرية بكثافة الشحنة الطولية في دي اكس في عنصر المسافة. هلأ بنجري تكامل على طرفي المساواة، تكامل هالكمية بيعطينا اي وتساوي لثابت كولوم في تكامل لمدا دي اكس على اكس تربيع في متجه الوحدة. متجه الوحدة عندنا هو اكس لأنه ما عندك الا محور اكس، يعني فيك تحطه فيك تشيله لأنه هو مقدار ثابت. وفقا للحالة المطروحة تؤخذ حدود التكامل في المعادلة أعلى بين، هاي بشكل عام، بين A و L زائد A. نجي لهون، يعني التكامل نحسب هذه الناتج هنا، أول نقطة أقرب نقطة هي A وأبعد نقطة هي طرف القضيب البعيد. طرف القضيب البعيد يبعد بمسافة L زائد A. إذن حدود التكامل حتكون ما بين A و L زائد A. دي X على X تربيع لمدة مقدار ثابت اللي هي الكثافة الطولية. منرتب تكامل المحدود لدي X على X تربيع تساوي لسالب واحد على X تربيع. منرتب بشكل رياضيات، منوحد المقامات، منرتب أيضا كله ترتيب رياضي. تصبح المعادلة في هذا الشكل. لمدة في L شو بتعطيك؟ الكثافة الطولية ضرب طول القضيب المشحون، بتعطيك لها شحنة القضيب الكلية. إذن هذه بتعطينا شحنة القضيب الكلية. إذن صار عندنا هاي المجال الكهربائي الناتج عن سلك رفيع مشحون عند نقطة B تقع على محور السلك، وتبعد مسافة طوله L وتبعد مسافة A عن أحد أطرافه. مثال 3-2، شحنات على سلك مستقيم. لإيجاد المجال الكهربائي على امتداد خط ينصف، ننتبه لهذا، امتداد خط ينصف سلكا ذا طول محدد وكثافة شحنته الخطية لمدة، سنجري تكاملا لمقادير المجال الكهربائي الناتج عن الشحنات الموجودة في السلك، يعني الشحنات العنصرية أو الشحنات التفاضلية. سنفترض أن السلك يقع على امتداد المحور إكس، هذا أعطاك الشكل. تعال ندرس الشكل قبل ما نبدأ بالرياضيات. هاي السلك اللي طوله L، هون أعطاك أنه من هذه النقطة، هاي منتصف السلك، من هنا لهنا طوله A، من هنا لهنا A، من هنا لدي K هي X. R هي بعد النقطة B عن الشحنة التفاضلية DQ. هذا المتجه هو متجه المجال الناشئ عن الشحنة التفاضلية DQ. حللته لمركبتي، مركبة على المحور X ومركبة على المحور Y. هذا متجه المجال الناشئ عن الشحنة التفاضلية DQ الموجودة في الطرف الثاني للسلك، تساويها بالمقدار لهذه، لأن دي كيو نفس دي كيو. نحلل المتجه المجال الناشئ عن دي كيو اللي لونه أزرق إلى مركبتيها، مركبة على المحور إكس ومركبة على المحور واي. نشكل المركبات على المحور إكس تلغي بعضها البعض، يعني متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه. هي يظل عندنا المتجهات على المحور واي، يظل عندك المتجهات على المحور واي.
المجال الناشئ عن الشحن التفاضلي يعطى بهذه المعادلة، لكن الشحنة التفاضلية تساوي الكثافة الخطية في دي اكس. مركبة المجال على المحور واي وتساوي لثابت كولوم في الشحنة التفاضلية على ار تربيع في كوساين سيتا. كوساين سيتا تساوي واي على ار، منين ناخذها؟ من المثلث هذا. كوساين يساوي المجاور على الوتر، ذلك واي على ار. ار تربيع هذه ايضا من هذا المثلث تساوي ار تربيع تساوي واي تربيع زائد اكس تربيع. المجال الكهربائي عند مسافة واي من السلك الطويل هو، ناخذ تكامل طرفي هذه المعادلة، اي واي وتساوي الاثنين. منين اجت الاثنين؟ عندك هذه حتعطينا المتجه الأحمر، وهذا حتعطيك المتجه الأزرق، الاثنين متساويين في المقدار، إذن لذلك ضربتهم في اثنين بدل ما أجمعهم. التكامل ما بين الصفر و A، وين الصفر؟ الصفر هنا، هون A، هاي الصفر وهون A. إذن اثنين تكامل محدود بين الصفر وال A لدي A Y، وتساوي لاثنين تكامل المحدود من الصفر ل A ثابت كولوم في دي كيو الشحنة التفاضلية على ار تربيع في كوساين سيتا. هلا منعوض الاساسي، خلصنا، باقي كله شغل رياضيات تعويض وحساب. الشحنة التفاضلية استبدلتها ب لمدة في دي اكس، ثابت كولوم طلع خارج التكامل لان مقدار ثابت، كوساين سيتا جبته من هون، فتصبح المعادلة بهذا الشكل بعد الترتيب. R تكعيب عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع أس 3 على 2. منين إجت؟ لأن R تكعيب عبارة عن R تربيع ضرب R. R تربيع معروفة اللي هي X تربيع زائد Y تربيع، وR عبارة عن الجذر التربيعي، يعني عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع محمولة للأس نص، ضرب الأسس جمعها، واحد زائد نص يساوي واحد ونص، يعني ثلاثة على اثنين. منرتبها تكامل هالحد هذا هو عبارة عن الكمية، واي مع التربيع بيروح، بيضل عندك اثنين كي في لمدة على واي مضروبة في A على جذر التربيع Y تربيع زائد A تربيع. A هي نصف طول السلك، وY هي بعد النقطة المراد حساب المجال عندها عن منتصف السلك. أساسيات تفهم الرموز اللي عندك في المعادلة. حصلنا على هذه المعادلة، A هي نصف طول السلك، وY بعد النقطة عن منتصف السلك، ولمدة كثافة الشحنة الخطية للسلك. عندما يكون طول السلك لا نهائي، يعني A تنتهي إلى اللانهائي، فالكسر هذا بده يقول للواحد، يعني بده يوصل قيمته للواحد، فبتضل عنا المعادلة بهذا الشكل. إذا هذه المعادلة بتستخدمها في حل المسائل في حال ذكر في السؤال سلك طويل أو لا نهائي، طول السلك لا نهائي، يذكر في السؤال طول السلك لا نهائي، تنتبه له. هلأ القوة الناتجة عن مجال كهربائي، عندك المجال الكهربائي ويساوي للقوة على الشحنة، هاي الشحنة الموجودة في هذا المجال الكهربائي تتأثر بهذه القوة. إذا القوة المؤثرة على الشحنة كيو الموجودة في المجال الكهربائي هذا، فإذا لازم تعرف هذه ما هي وكيو ما هي وإي ما هي. إذن F هي القوة المؤثرة على الشحنة كيو الموجودة في المجال هذا. نفهمها أكثر من خلال المثال، يبين الشكل منحنى العلاقة بين المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية والبعد عنها، هي E و R، معتمدا على الشكل جد مقدار كل مما يأتي.
المجال الكهربائي عند نقطة تبعد عن الشحنة 30 سنتيمتر. قبل ما نكمل بجي بتشوف الشكل شو أنا كاتبت لك هون. كل مربع رأسي يمثل 2 × 10^5 نيوتن لكل كولوم. كل مربع أفقي يمثل 10 سنتيمتر. نقرأ الطلب 1، المجال الكهربائي عند النقطة تبعد عن الشحنة 30 سنتيمتر. وين النقطة؟ هاي النقطة. إحداثياتها على المحور هون 10 × 20 = 30، هون مربع 2 × 3.5، 3 مربعات ونص، لذلك 3.5 × 2 × 10^5 يساوي 6.40 × 10^5 نيوتن لكل كولوم. المجال الكهربائي عند نقطة تبعد عن الشحنة 30 سنتيمتر. هاي من الرسم البياني. الطلب الثاني، القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة 1 × 10^9 كولوم توضع عند نقطة تبعد 20 سنتيمتر عن الشحنة. هنستخدم هذه المعادلة. F هي القوة المطلوبة، Q الشحنة أعطيك إياها، E وين؟ على بعد 20 سنتيمتر. E ناخذها على بعد 20 سنتيمتر، فالنقطة بتكون عندك هاي النقطة. هاي 20، وهون كم مربع؟ مربع 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8، فلذلك هذه كيو، هذه هي اي، عبارة عن 8 × 2 ×10^15 نيوتن لكل كولوم. بتطلع القوة المؤثرة على هذه الشحنة الموجودة على بعد 20 سنتيمتر من الشحنة المولدة للمجال هي 1.6 × 10^3. نتأكد من الحل، −9 و 5 − 4 8 × 2 = 16، إذا صحيح. 3، الشحنة الكهربائية المولدة للمجال. من الشكل نستخرج مقدار المجال من أجل نقطة، أي نقطة ولتكن 20 سنتيمتر لأنه حسبناها هنا، وممكن تأخذ تبعت 30. فنستخدم هذه المعادلة، يعني عم يقول لك الشحنة الكهربائية المولدة للمجال منها كيو وتساوي للمجال في آر تربيع على ثابت كولوم. هذا المجال جبته من هون، فيك تجيبه من هون. في البعد هذا 0.20، إذا أخذت هذا حتاخذ هذا على ثابت كولوم، فبتطلع الشحنة 7.119 × 10^6 كولوم. عند وضع جسيم مشحون في مجال كهربائي منتظم أفقي فإنه سوف يتأثر بقوة ثابتة في المقدار والاتجاه. هاي النتيجة نتوصل لها النتيجة من خلال المثال. يبين الشكل صفيحتين متوازيتين مشحونتين بشحنتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في النوع. وضعت شحنة نقطية مقدارها 2 ميكروكولوم عند النقطة ألف في الحيز بين اللوحين، فتأثرت بقوة كهربائية مقدارها 6 × 10^4 نيوتن في اتجاه خطوط المجال. ما نوع الشحنة النقطية؟ بما أن القوة في اتجاه المجال فإن الشحنة موجبة من دراستك السابقة. الطلب الثاني، احسب مقدار المجال الكهربائي عند النقطة A. ألف، عندك القوة وعندك الشحنة، عندك القوة وعندك الشحنة، إذا نستخدم هذه المجال ويساوي للقوة على الشحنة الموضوعة في المجال، هذه القوة وهذه الشحنة، يطلع المجال الكهربائي عند النقطة ألف. 3، إذا نقلت الشحنة إلى النقطة B، ما مقدار القوة المؤثرة فيها؟ بما أن الشحنة والمجال لم يتغير إذن القوة تبقى ثابتة، لأن إيه يبقى مثل ما هو والقوة مثل ما هي والشحنة ثابتة. إذن الشحنة والمجال لم يتغير إذن القوة تبقى ثابتة. مراجعة المفاهيم،
يمكن وضع جسم صغير موجب الشحنة في مجال كهربائي منتظم عند الموقع A أو الموقع B في الشكل. ما وجه المقارنة بين القوتين الكهربائيتين اللتان تؤثران في الجسم عند الموقعين A و B؟ من المثال السابق شو استنتجت؟ أن القوة الكهربائية المؤثرة في الجسم عند الموقع A هو القوة الكهربائية غير الصفرية نفسها المؤثرة في الجسم عند الموقع B، لأن الشحنة نفسها والمجال نفسه. مثال: يلاحظ إلكترون يتحرك بسرعة 27.5 × 10^6 متر لكل ثانية موازياً لمجال كهربائي مقداره. إذن لخصت هاي السرعة الابتدائية، هاي المجال. ما المسافة التي سيقطعها الإلكترون قبل التوقف؟ السرعة النهائية صفر، بده دي. حيأثر بالإلكترون قوة كهربائية، نحسبها من حاصل ضرب شحنة الإلكترون في مقدار المجال. هالقوة هذه تساوي لكتلة الإلكترون في التسارع اللي بده يكتسبه الإلكترون نتيجة الحركة. من هالمعادلتين هذه نستنتج العجلة، العجلة وتساوي شحنة الإلكترون في مقدار المجال في كتلة مقسوم على كتلة الإلكترون. العجلة ما عندك إياها، أنت شو المطلوب؟ المسافة دي. إذا حسبنا A، دي وين موجودة؟ بمعادلات الحركة، بمعادلات الحركة بعجلة منتظمة. وهون الإلكترون عم يتحرك بعجلة منتظمة. في فاينل تربيع تساوي في اي تربيع زائد 2 اي في دلتا اكس. احنا بدنا دلتا اكس اللي قال لك اياها دي، وتساوي في فاينل تربيع ناقص في اي تربيع على 2 اي، وتساوي ايه؟ شو قلنا بتساوي هذه الكمية؟ ايه موجودة في المقام، إذن حيضل تترتب بهذا الشكل، بتعوض وبتحسب، وهذا اختيار من متعدد، وهي مسألة شبيهة فيها. هون بترسم، هون بتحسب، رسمنا، إذن الجواب C. وفي رعاية الله.